نفتخر اليوم بودافون قطر بشراكة مع جمعية قطر الخيرية للمشاركة في تحدي ترميم، والذي يهدف إلى ترميم منازل الأسر المتعففة في دولة قطر. اليوم هذه المبادرة تعد ضمن مسؤوليات فودافون قطر لدعم القطاع الخيري في دولة قطر، ومشاركتنا هذا العام في تحدي ترميم لا يقتصر على الترميم العادي الذي يعرفه كثير من الناس، بل قمنا هذه السنة بإضافة منتج جيجا هوم لتغطية المنزل بشبكة الواي فاي لمدة عامين لتوفير الاتصال لأهل المنزل وإمكانهم بالتواصل مع أهلهم وأقاربهم في جميع أنحاء العالم ضمن التزام فودافون قطر تجاه المجتمع القطري. خلال الأسابيع الماضية تم ترميم هذا البيت بمبادرة طيبة من شركة فودافون صاحبة السهامات الكثيرة في المجتمع. هذه المبادرة طيبة، بدينا غيرنا ورتبنا داخل هذا البيت. أشكر فودافون صاحبة الإنجازات العظيمة في هذا في المجتمع، والتي لا يخفى عليكم كثير من المساهمات التي ساهمت فيها، وإحنا في قطر الخيرية نشكرهم على مبادرتهم ومشاركتهم معنا في تحدي ترميم لهذا العام.